الجنة هي دار الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. والحديث عن الجنة حديث ذو شجون يحبه المشتاقون ويحرص عليه المتقون، نسأل الله أن نكون منهم. فالجنة دار الحسنى والزيادة، أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. فهل هناك نعمة أعظم من نعمة النظر إلى وجه الله الكريم والحديث معه؟ فالجنة فوق ما يخطر بالبال أو ما يدور في الخيال مما لا يوجد مثله في الدنيا. قال رسولنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متفق عليه. والإنسان لا يتمنى شيئا في الجنة إلا حققه الله عز وجل له، وأنه جل جلاله سيعطيه فوق طموحاته وآماله وأمانيه. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وقال جل وعلا في سورة فصلت: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأول من يدخل الجنة رسولنا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والمرسلين. يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. ونعم الله عز وجل على عباده لا تحصى، وقد خص سبحانه المؤمنين منهم في الجنة بأعظم نعمة أنعم عليهم بها، ألا وهي نعمة تشريفهم وإكرامهم بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم. أي إن وجوه المؤمنين في الجنة تكون حسنة بهية مشرقة مسرورة فرحة بسبب نظرها إلى وجه ربها الذي خلقها، كما قال الحسن رحمه الله: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فإذا علمت أخي أن أهل الجنة لا يعطون فيها شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا، تبين لك مدى الحرمان وعظيم الخسران. ذلك الذي ينتظر المجرمين الذين توعدهم ربنا جل جلاله بقوله في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله النظر إلى وجهه الكريم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تمارون في رؤيته. وفي لفظ: لا تضارون في رؤيته. وفي اللفظ الآخر: كما تطلع الشمس صحوا ليس دونها سحاب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم
أن المؤمنين يرون ربهم رؤية ظاهرة جلية كما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس هناك سحاب. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: تكون عيدا لك ولقومك من بعدك، وتكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبده فيها شيئا، هو له قسم إلا أعطاه إياه، وليس له بقسم إلا ادخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: وما ذلك يا جبريل؟ قال: إن ربك أعد في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين عز وجل على كرسيه يحف الكرسي بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي، ويحف الكرسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه عز وجل، ويرتفع معه النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابها وأنهارها مضطردة فيها، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. وهذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يثبتنا على توحيده وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، اللهم آمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.